ازدياد مستمر وسريع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد من لحظة لأخرى. حالة من الخوف تسيطر على المدن الصينية، لا بل حتى خارج حدود تلك البلاد، بعد أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد أو ما يسمى حديثا بكوفيد-19 أكثر من 1115 مصابا في الصين وحدها، فيما وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 45,000 إصابة مؤكدة بحسب السلطات الصينية. منظمة الصحة العالمية بدورها حذرت من سرعة انتشار الفيروس، حيث قال رئيس المنظمة إن تفشي فيروس كورونا يمثل تهديداً خطيراً للغاية لبقية العالم، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات. لكن بما أن البيانات الخاصة بالفيروس تتغير يوما بعد يوم، فإن المشكلة تكمن في أن العلماء لا يعرفون الكثير عن الفيروس ولا كيفية وسرعة انتشاره حتى الآن. وسيعقد وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الخميس في بروكسل لمناقشة تدابير منسقة ضد الوباء.